النهاردة الذكرى الـ12 ليوم الغضب، جمعة الغضب في مصر. بيحكي عنها أولادها فبيقولوا كل سنة وانتوا طيبين، عقد كامل مر من عمرنا، عيد ثورتكم الثورة الشعبية، الثورة الشعبية اللي ما عملتهاش مخابرات أجنبية ولا واد حشاش بتاع تسويق على النت كان شغال في جوجل، ثورتكم اللي ابتدت من 2003 و2004 و2005. ايه ده؟ مش الثورة كانت في 2011؟ لا مش في 2011، ثورتكم اللي عملها تراكم نضال ناس كتير لمدة سنين، عشان كده رجعت بالتاريخ لورا لحد ما وصلنا ل 2011. في الشارع المصري، في مصر، في المصانع، في الجامعات، في المدارس، مش ناس كانت بتيجي الثورة أجازة من عقد عملهم بره عشان يعملوا ائتلافات ويعملوا صفقات من ورانا. ثورتكم اللي عملها ناس مش طمعانة في سلطة ولا عندهم حزب، ناس كانت عايزة بس تعيش حرة، تعيش بكرامة، ناس كانت عايزة بس مستقبل نظيف لعيالهم. ثورتكم اللي عملها ناس كانت عايزة عدالة للكل ببلاش، وبذلوا من وقتهم وفلوسهم الشخصية وعمرهم وسمعتهم، مش ركبوا على نضال غيرهم عشان يعملوا سبوبة وفلوس، مش سبوبة وتمويلات أجنبية لمشاريع جمعيات ومنظمات ومواقع ويزيحوا اللي ينافسهم علشان بيشتغل بشرف وببلاش. ناس ما كانتش واخدة جايزة نوبل وفي أول هروب هوب هربوا. تحية للناس اللي ماتت وما عرفوش نجحنا ولا فشلنا ولا بعنا ولا عملنا في بعضنا إيه. تحية لأول ناس وقفت على سلم النقابة ودار القضاء وهتفت يسقط حسني مبارك. أيوة سلم النقابة اللي بيتريقوا عليه دلوقتي رغم الرعب والحصار والتهديد، اللي هتفوا والناس معدية من بره تبص عليهم في رعب، محدش يعرفهم ولا مهتم بمصير شجاعتهم، لحد فيهم كم مشهور ولا مسموع ولا بيطلع في التلفزيونات ولا محمي بظهير شعبي أو حزب أو تنظيم. تحية لحركة كفاية الناس المحترمة مش الناس اللي باعت، والحملة الشعبية للتغيير وحركة شباب من أجل التغيير بتاعة 2005 وحركة 6 إبريل وطلاب من أجل التغيير أدباء وفنانين من أجل التغيير. تحية كبيرة لعمال المحلة في 2006 و2007 و2008، تحية كبيرة لعمال البريد، لفلاحين سراندو، تحية للي اعتصموا في ميدان التحرير في 2006، تحية للي نزلوا استفتاء 25 مايو 2005، تحية كبيرة للي دعموا نادي القضاء، تحية للي سافروا بورسعيد واسكندرية والمنصورة وبلبيس وطنطا عشان يبشروا بالتغيير، تحية كبيرة للي راحوا يعزوا في نجع حمادي ورجعوا مترحلين في 2010، تحية للي نزلوا لوحدهم في دوران شبرا وبهتيم وبلاء الدكرور وإمبابة في 2005 وفي 2006، تحية للي نادوا بالوحدة الوطنية وما فرقوش بين مسلم ومسيحي، تحية للمدونين اللي ما باعوش واللي عرفوا وصوروا للناس الأخبار الحقيقية، اللي عرفوا الناس حقوقهم وإن في حياة أحسن من دي ممكن تتعاش. تحية كبيرة للي سافروا بره عشان يتكلموا عن مصر ويقولوا للعالم الحقيقة في كل المحافل الدولية، مش علشان يعملوا علاقات عامة لنفسهم ويفتحوا سبابيب ومشاريع في مصر. تحية للي نزلوا في عابدين ولازغلي وجابر بن حيان في 2005، تحية للي دعموا أمهات المعتقلين وأطفال الشوارع، كل التحية للي نزلوا المغربلين وشبرا الخيمة وعين شمس والمطرية، تحية لكل اللي بقوا فيها وشالوا الطين وما نطوش منها لما غرقت، تحية لكل اللي أنا نسيتهم وغابوا عن العين والذاكرة، وسلام كبير للي رحلوا عنا في طريق الرحلة. نشوفكم في عالم أحسن من ده، وهتبقى ثورة يناير مهما طال الزمن ومهما اعتقد المجرمين
انها خلاص تعيش انت، بنقول لهم لا، الثوره باقيه في قلوبنا، الثوره باقيه في الميادين، الثوره باقيه لحد ما نحقق كل احلامنا في ثوره مباركه واحده اسمها ثوره يناير.